تلاقي. فقررت اني يعني اعمل جداريات لحتى يتشجعوا ويشوفوا المكان انه كثير حلو بالنسبه لهم وبيعني لهم كمان. فمرات كنت اروح اعمل ورشات عمل مع الاولاد واخذ شوي من افكارهم واحطها كمان على الحيط. كمان هذا الشيء بيخليني احس يعني بيعزز الانتماء للمكان بالنسبه لهم. كوميك وهيك. بصراحة من 2014 بلشت اشتغل جداريات. كان فكري بجدارية واحدة بعرسان ممكن الأولاد ينبسطوا فيها وخلاص يعني. بس ردة فعل الأولاد عن جد هي أكثر شيء شجعني إني أعمل أكثر. وبعدين حتى العالم صار يقول لي إنه الشيء اللي عم تعمليه كثير مهم وكثير ممكن يغير. فما توقعت أبداً إني هاي الشغلة إني اشتغلت بكثير أماكن يعني. حتى بتركيا طلعت وعملت بمدارس خاصة للاجئين وعن جد يعني أنا أبدا ما توقعت ردة فعل العالم إنه تكون هيك ينبسطوا هالقد خاصة. والله يعطيهم العافية اللي عم يهتموا بالشغلات هاي واللي عم يصوروا طبعا كمان. عم تسلي هالأطفال يعني في الصور، عم تشارك الأطفال معاها، شغلة جميلة جدا حلوة.